القصة عقبة بن نافع. الفصل الرابع عشر: الزحف على طنجة. بعد أن استراح المجاهدون يوما وبعض يوم، نادى فيهم عقبة بالرحيل فانطلقوا تجاه طنجة، وكانت شعلة الحماسة قد بلغت أقصى اتقادها في نفوسهم. ولكنهم قبل أن يبلغوا طنجة وجدوا في طريقهم مدينة تيهرت، وكانت إحدى المدن الحصينة في عهد الروم، فخشي أهلها أن يخرجوا لقتال المسلمين فيلقوا نفس المصير الذي لقاه أهل المدن الأخرى، وكانوا أشد منهم قوة وبأسا. لذلك قرروا أن يعتصموا بمدينتهم ويحاربوا المسلمين من وراء الأسوار. عندما وصل عقبة إلى هذه المدينة وجدها مغلقة الأبواب، وسمع صوت الجند من خلف الأسوار يحذرون أنفسهم من حرب المسلمين. أدرك عقبة في هذه اللحظة أن الروم والبربر لا قبل لهم بملاقاته في هذه المنطقة، وأن الله الذي أتم عليه نعمته بالنصر قذف الرعب في قلوب أعدائه، فحاصر المدينة بضعة أيام حتى اضطر ملكها إلى إعلان التسليم ودفع ما يطلبه المسلمون من ضريبة الدفاع. تسلم عقبة الضريبة من ملك تيهرت ونظر إلى السماء وقال: اللهم إنك تعلم أني أجاهد في سبيلك، فأعني على مواصلة الجهاد. ثم أمر الجيش بالانطلاق إلى طنجة، وكانت كل البلاد التي سيمر بها قد دخل أهلها الإسلام، فما إن علموا بتقدم عقبة حتى خرجوا مهللين مكبرين يحيون القائد العربي ويزودون جيشه بما شاء من الماء والطعام والأسلحة. وفضلا عن ذلك، تطوع عدد كبير من أهل هذه البلاد للانضمام إلى جيش عقبة للجهاد في سبيل الله. أما طنجة التي كان عقبة وجيشه على بعد أميال منها، فقد خرج ملكها واسمه يوليان الغماري في جمع من رجاله لاستقبال القائد العربي والترحيب به، لأن هذا الملك كان لا يضمر شراً للمسلمين ولا يناصبهم العداء. وفي قصره المطل على البحر استضاف عقبة وعدداً من ضباطه، وقدم لهم هدايا نفيسة، وأعلن موافقته على كل مطالب المسلمين. قرأ عقبة في نفسه قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، صدق الله العظيم. ثم التفت إلى يوليان وقال له: إن البلاد الواقعة من برقة إلى طنجة أصبحت خاضعة لحكم الإسلام، وإن تفكيري الآن متجه إلى فتح الأندلس وجعلها دولة واحدة مع المغرب. قال له يوليان: إنني أنصحك بعدم الاشتباك مع القوط، لأن قواتهم تفوق قواتك آلاف المرات، وإن كنت تريد مواصلة فتوحاتك فأنصحك بفتح السوس الأقصى والأدنى. إن سكان هذه البلاد من البربر، وأنت قد خبرت البربر في كل حروبك وتعلم كيف تنتصر عليهم،